بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الانتر كوستال فينز. وكلمنا مع بعض في الفيديوهات السابقه عن الانتيريور انتر كوستال فينز، انا الان نتكلم عن البوستيريور انتر كوستال فينز او اللي بتصب غالبا فيما يعرف باسم الازيجو سيستم. تقول لي غالبا تاني يا محمد، تاني في استثناءات؟ اه لسه في استثناء برضه. بالمناسبه شباب، انا كانت الاجزاء بتاعت الاجزاء اللي هي بتاعت الانتركوستال نيرفس والانتركوستال فيزلز والانتركوستال ماسلز، الاجزاء دي انا ما كنتش بستلطفها يعني وانا طالب. انا لسه طالب يعني في سته، بس يعني لما كنت طالب في سنه اولى يعني كنت واخد الحاجات دي في سنه اولى. بالنسبه للازيجو سيستم، زي ما قلنا احنا عندنا ازيجوس فين، وهي عندنا هنا اكسسوار هيمي ازيجوس او بنسميه السوبيريور هيمي ازيجوس، وفي تحت الهيمي ازيجوس او الانفيور هيمي ازيجوس. خلاص كده، كان ده طبعا احنا عندنا ازيجوس لان ده كامل، خلاص كده واحد كامل اهو، او فين او وريد كبير كامل، فبنسميه ازيجوس. ده وده يعتبر نصاص يعني بيعادله نص ده، فبنسمي ده هيمي ازيجوس وده هيمي ازيجوس. خلاص كده، في كتب بقى تميز اثنين وثلاثه عن بعض، فتسمي ده سوبيريور هيمي ازيجوس وده انفيريور هيمي ازيجوس. خلاص كده، يبقى كلمه ازيجوس يبقى ده الازيجوس كامل، ده هيمي وده هيمي، ده سوبيريور هيمي وده انفيريور هيمي. خلاص كده، واحيانا ممكن اعتبر ان ده الهيمي الاساسي اللي هو رقم ثلاثه ده، وده الاكسسوري المساعد بتاعه، يعني حاسس ان ده اطول شويه. خلاص كده، حاسس ان ايه رقم ثلاثه ده بيبقى اطول من رقم اثنين، فنسمي ده الهيمي ازيكوس وده المساعد بتاعه اللي بيساعده كده بيخدم معاه، الاكسسوري هيمي ازيكوس. خلاص كده، طيب. خلاص كده، طيب، كلام جميل. لما نيجي ناخد بقى الايه الثلاثه فينز دول ونطلعهم بره كده عشان نتفرج على مساله الانتركوستا فينز. خلاص كده، طبعا زي ما شايفين ادي الازيجوس اهو، تعال نقرب شويه، ده الازيجوس، ممكن نجيب لون تاني احمر مثلا، ادي ازيجوس اهو، وده الايه ده الاكسسوري هيمي ازيجوس او السوبيريور هيمي ازيجوس، وده الانفيور. ممكن نرقمهم، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. خلاص كده، طبعا زي ما احنا شايفين الايه البوستيور انتركوستال فينز جايه من ورا، جايه من ايه، من ورا. خلاص كده ماشي. وهنلاحظ هنا انه هنا في عندنا 1 بوستيرو انتركوستال فين، في عندنا واحد فين واحد او وريد واحد في كل سبيس، ماشي. الناحيه الثانيه في وريد واحد في كل سبيس، عكس الانتيريور، الانتيريور كان عندنا وريدين في السبيس. هتقول لي طب ما الدنيا سهله اهي، خلاص كده. اه صحيح، الرايت بوستيرو انتركوستال فينز بتنتهي في الازيجوس، والليفت بوستيرو انتركوستال فينز بتنتهي في الهيمي ازيجوس. طب ما هي سهله اهي، اقول لك بس حاجات بسيطه كده. طيب تعالى كده اما نبص، ما نطلع فوق كده، في كده فين، شايف انت الفين اللي جاي من فوق ده، الفين اللي جاي من فوق ده، واحد على الرايت واحد على الليفت، ده بنسميه شباب السوبريم. في هنا واحد اسمه السوبيرو، لا مالناش دعوه بيه، مش السوبيريور، لا، في هنا واحد رايت سوبيرو وفي هنا واحد ليفت سوبيرو، لا مالناش دعوه بالسوبيرو، انا عايز اللي فوق الموست سوبيريور اللي هو السوبريم الاعلى. خلاص كده، طيب. فالسوبيرور ده فوق عادي، لما في واحد بقى اللي هو الفيرست اللي بيبقى موجود في الفيرست انتر كوستال سبيس، او اللي هو ما بين الضلع واحد والضلع اثنين، اللي بيبقى ما بين او اللي بيبقى موجود في الانتر كوستال سبيس 1، السبيس او المساحه 1 ما بين الضلع واحد والضلع اثنين، ده بنسميه السوبريم، الرايت سوبريم والليفت سوبريم. هنلاحظ هنا ان الرايت سوبريم بعيد تماما عن الازيجوس سيستم، وان الليفت سوبريم بعيد تماما عن الهيمي ازيجوس، وده الاكسسوار هيمي ازيجوس. فنلاحظ ان الرايت سوبريم والليفت سوبريم بيبقوا بعاد عن الازيجوس. وبالتالي يقول لك هنا ايه؟ من ضمن الاستثناءات اول حاجه يقول لك انه الفيرست انتركوستال سبيس بيصرفها السوبريم انتركوستال فين. طبعا الكلام ده على الرايت والكلام ده على الليفت. الرايت سوبريم انتركوستال فين بينتهي في الرايت بريكيو سيفاليك فين، الفين ده اسمه البريكيو سيفاليك فين. والليفت سوبريم بينتهي في مين؟ في الليفت بريكيو سيفاليك فين. طبعا مش محتاج افكرك انه البريكيوسيفاليك فينز دول احنا جبناهم قبل كده. كان في هنا فينز او اورده بتبقى موجوده قدام اسمها الانترنال ماماري فينز، كانت بتبقى موجوده قدام ليها علاقه بالانتيريور انتركوستال فينز، كانت بتيجي تصرف هنا في البريكيوسيفاليك. وبالتالي البريكيوسيفاليك فينز بتخدم على الانتيريور انتركوستال فينز وعلى البوستيريور انتركوستال فينز. خلاص كده؟ طيب. يبقى اذا عندنا اول بوستيريور انتركوستال فين اللي هو السوبريم بينتهي في البريكيوسيفاليك، كله بقى على حسب موقعه، الرايت في الرايت والليفت في الليفت. طيب تعالى بقى ما نشوف كده الايه سكند سبيس والثيرد سبيس. سكند سبيس والثيرد سبيس ناحيه الرايت، والسكند سبيس والثيرد سبيس ناحيه الليفت، الاثنين بينتهوا في فين اسمه السوبيريور انتركوستال.